وقال رحمه الله: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب. سيبين هنا متى تضاعف الحسنات للعبد ومتى يضاعف الأجر للعاملين، متى يكون الأجر مضاعفا، وأن الأجر يضاعفه الله بأسباب. فالزمان سبب، والمكان سبب، واتخاذ بعض الأسباب تكون سببا في زيادة الأجر. فسوف يعبر رحمه الله هنا عن أسباب مضاعفة الأجر للعبد. قال: منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، لا شك شرف المكان وشرف الزمان، فرمضان زمان شريف، ومكة والمدينة مكان شريف، مكان يضاعف فيه الثواب، فقد يجتمع للصائم شرف المكان وشرف الزمان. فإن كان في مكة أو المدينة في شهر رمضان اجتمع له الأمران، شرف المكان مكة أو المدينة وشرف الزمان وهو رمضان، فإذا يصوم وهو قد اشتمل على شرف المكان وشرف الزمان. فقال المؤلف: شرف المكان هو الأول، بدأ فيه كمكة والمدينة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد. صلاة في مسجدي هذا وهو المسجد النبوي الشريف بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ففي المسجد النبوي ألف صلاة، الظهر بألف ظهر، العصر بألف عصر، المغرب بألف مغرب، العشاء بألف، الفجر بألف فجر، ويضاعف الثواب، والله يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فما عند الله خزائن عظيمة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. وإذا وقر الإخلاص في قلب العبد وأحسن العمل وكان عمله صالحا موافقا للسنة مخلصا فيه، لم يرد به شيئا غير الله، فإن أمره عند الله عظيم، ولا يدري كم تضاعف له الحسنات ويضاعف له الأجر. إذن شرف المكان هو الأول. قال: شرف الزمان كشهر رمضان. شرف الزمان كشهر رمضان، والأزمنة التي شرفها الله متعددة. رمضان زمان شريف، العشر من ذي الحجة زمان شريف، تاسعاء وعاشوراء زمن شريف، الأيام البيض في الشهر زمن شريف، الاثنين والخميس في كل أسبوع زمن شريف. إذن الأزمنة شرفها الله وهكذا، والشهر الحرام محرم زمن شريف، محرم زمن شريف، الجمعة زمن شريف لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فهي زمن شريف، وهكذا شرف الله الأمكنة وشرف الأزمنة، شرف البلاد وشرف البلاد، شرف الأمكنة وشرف أيضا الأزمنة، البلاد والأماكن كلاهما يشرفه الله. وهنا تعلم أنه لا أحد يستطيع أن يقول لك هذا أحسن أو هذا أفضل إلا الله ورسوله، كن على يقين، هذا الذي يمليه العلم الشرعي، لا أحد يقول لك هذه أفضل وهذه أحسن إلا بدليل، والدليل هو قرآن أو سنة،
هذا هو الذي يبين، لأن الفضائل لا تثبت بالاجتهاد ولا تثبت بالقياس. الفضائل لا تثبت بالقياس، ما تقولش مثلا فضل الله هذه الليلة إذن سنفضل الليلة الأخرى، لا، فضل الله ليلة الجمعة فهي التي فضل الله، لا تقول ليلة الأربعاء فاضلة، ليلة الأحد فاضلة شريفة، لا، ليس من حقك أن تشرع الفضيلة. الفضيلة شريعة والشريعة لله، ولا أحد يشرع مع الله. وقال أهل العلم الفضائل لا تثبت بالقياس، لا تقيس في الفضائل، والقياس هو باب من أبواب الاجتهاد، فلا اجتهاد في الفضائل أبدا. ولذلك لم يثبت حديث صحيح في رجب في فضل رجب، لم يثبت حديث واحد صحيح في فضل رجب، فلا يقاس رجب بشعبان، شعبان أفضل من رجب، فضله الله على رجب. فما تقولش أنت ورجب راه قريب من شعبان، ورجب هو جار شعبان، تعال نفضله كما فضلنا شعبان، لا، صم فيه كما تصوم في سائر الأيام، ولا تعتقد أن فيه مزية زائدة، لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وهو الجزء الصغير، الطبعة القديمة المصرية الجميلة، قال رحمه الله: لم يثبت حديث صحيح عند أهل الحديث في رجب أنه مفضل، أنه مفضل، هذا شرف الزمان، لم يثبت في شرف الزمان شيء في رجب، اللي ثبت في شعبان، وثبت في العشر الأوائل من ذي الحجة، وثبت في المحرم، وثبت في الأيام البيض، وفي الاثنين والجمعة والخميس والجمعة، الأيام التي ثبت فيها مزيد الفضل والثواب، فنفضل ما فضل الله ونغتنم الثواب. نغتنم الثواب فيما قال الله ورسوله، ولا نجاوز النصوص، لا نجاوز النصوص، وإلا وقعنا في شيء يسمى البدعة. فالبدعة هي أن تخترع شيئا تضاهي به الطريقة الشرعية، فتخترع للناس وظائف لم يثبت بها دليل، كما يفعل البعض ويوسع الباب ويقول هذه فضائل نريد أن نوسع. لقد من الله عليك بالفضائل الصحيحة الثابتة، فما الذي يحوجك إلى فضائل تخترعها أنت وتقيس فضائل ثابتة على فضائل غير ثابتة؟ ما الذي يحوجك إلى هذا؟ أليس فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل أليس فيه غنى؟ بلى فيه الغنى، فيه الغنى، كل الغنى فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للإنسان أن يجازف وأن يخاطر وأن يفتح الباب على مصراعيه ويقول هذه باب فضائل وإنما نريد الخير، لا. قال لك السلف في القديم: كم من مريد للخير لم يدركه، وكم من صاحب نية حسنة لم تقده إلى فعل مشروع وهو يريد الخير، ولم تقده نيته الحسنة إلى الخير، لأنه عمل بغير علم، عمل بغير حجة، بغير قدوة. فالفضائل بابها باب التشريع، لا أحد يشرع مع الله ورسوله، لا أحد. صحيح أن العلماء عندهم باب الفضائل متوسع فيها، متساهل في أحاديثها، وذكرنا في الماضي شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وأنها ثلاثة شروط: أن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
قلنا هذه الشروط دائما نرددها. وتوسع في ذلك، وقال ابن مهدي: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا وتسامحنا. هذا مأثور عن المحدثين، ولهم في ذلك باب معروف. لكن أن تأتي بفضيلة قياسا وتدعي أنها مشروعة، فالفضائل لا يثبتها القياس. والله فضل الأمكنة، وفضل الأزمنة، وفضل العباد، وفضل البلاد. فضل الله العباد. فضائل الصحابة وأعظمهم فضيلة أبو بكر الصديق، في مقدمة البشرية بعد الأنبياء والرسل أبو بكر أفضل البشرية. بعد أنبياء الله ورسله يأتي أبو بكر الصديق في المقدمة أفضل البشر، ثم يأتي عمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر وأهل أحد إلى سائر الصحابة، وهم يتفاوتون في الفضيلة. وربنا قال عنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن القرآن ينص على أن الصحابة جميعا عدول وجميعا أصحاب فضيلة، ولكنهم متفاوتون في الفضيلة فليست فضائلهم متساوية، إذن باب الفضائل في العباد، في الناس، في الأمكنة مكة والمدينة، في الأزمنة رمضان والأشهر الفاضلة والأيام الفاضلة، هذه لله وحده لا شريك له، ومحمد بن عبد الله رسول الله هو المبين عن الله، فهو الذي يقول عن الله، وهو رسول الله المؤتمن على وحيه، هو الذي يقول، فما ثبت عنه من فضيلة فهي الفضيلة. وفضل الله البلاد، فضل الله الشام وفضل اليمن، وقال عليه الصلاة والسلام: جاءكم أهل اليمن وهم أرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. اليمن، شوف الأحاديث الصحيحة التي وردت فيهم، ووردت في أهل الشام أحاديث صحيحة جمعها المحدثون في أجزاء، ومنها جزء الحافظ الربعي الجزء الصغير فضائل الشام بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله في فضائل أهل الشام، أن لهم فضائل، هذه فضائل البلاد. فإذن يفضل الله من البلاد ما يشاء، ومن العباد ما يشاء أو من يشاء، ويفضل من الأيام ما يشاء، ويفضل من الأزمنة والأمكنة ما يشاء، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شرف الزمان شهر رمضان وعشر ذي الحجة، يقول الحافظ ابن رجب. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، هذا مرجح آخر. قد يضاعف للعبد العمل بسبب تقواه وبسبب قربه من الله، فمنا القريب من الله، ومنا الأقرب، ومنا الأقرب، ومنا البعيد، ومنا الأبعد، لا يدري الإنسان قربه من الله. اللهم إلا أن تبدو له بعض علامات، القرب من الله، وتلك مسألة تحتاج إلى حصة مستقلة. وأما مضاعفة الثواب فمن أسبابها تقوى العبد
وقربه وكثرة تقواه، كما ضاعف الله لهذه الأمة أجورها أكثر من أمم كانت قبلهم، وأعطوا كفلين من الأجر. يقول ابن رجب: أعطيت أمة الإسلام كفلين من الأجر، فالكفلين الضعفين، وأن الله عز وجل جعل للمتأخرين في الأزمنة المتطاولة جعل لهم أجر 50 ممن يعملون بعمل الصحابة، كما جاء في رواية متعددة يثبت بها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للعامل في آخر الزمان: أجر 50 ممن يعملون بعملكم. قالوا: يا رسول الله، بعملنا أم بعملهم؟ لو كانت 50 أجرا، أو لو كانت هذه 50 هي 50 من الأجر ممن يعملون بعملنا في زماننا لكان عند الصحابة الأمر عاديا، لكن قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يضاعف له الأجر، يضاعف لهم الأجر في آخر الزمان 50 مرة من أعمالكم أنتم، يضاعف لهم الأجر 50 مرة. بعملنا أم بعملهم؟ قال: بعملكم أنتم. كأن الصحابي عمل 50 مرة، وأحدنا في هذا الزمان عمل مرة واحدة. انظر إلى هذا الأجر وهذا الثواب. والحديث ثابت وله طرق متعددة، وخرجناه مرارا الحديث من كتب الحديث بأسانيده، فالحديث يثبت مثله، لأنهم آمنوا بي ولم يروني. يقول عليه الصلاة والسلام: آمنوا بي ولم يروني. هذه شفعت لهم، آمن بقوم ولم يروني، والصحابة آمنوا به ورأوه، رأوه وأنزل القرآن عليه وهم يشهدون، وجاءت المعجزات أمامهم فرأوا فيضان أو سيلان أو نبوع الماء بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى زكى الله الماء وشربوا من قربة، وهم أكثر من 100 من الصحابة شربوا من قربة المرأة العربية المشركة التي كانت تجوب الصحراء بحثا عن طعام لها أيتام، بحثا عن طعام لأيتام لها، فهي تنظر إليه وهي منبهرة ويضع يده على القربة، ولما شرب 100 أرجع إليها القربة مليئة بالماء. أين ذهب الماء؟ ما هو الماء الذي شربه الصحابة؟ أمر الله عظيم. قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمه الله: ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ من معجزة موسى عليه السلام، لأن الله جعل الماء ينفجر أو يخرج لموسى من الصخرة، وجعل الماء يخرج لمحمد عليه الصلاة والسلام من بين أصابعه. قال: فهذه معجزة أبلغ من معجزة موسى. هذا قاله أبو العباس القرطبي صاحب المفهم المتوفى سنة 656 هجرية، وقت سقوط الدولة العباسية. سقطت 656 الدولة العباسية، فيها توفي أبو العباس القرطبي. قرطبي أندلسي مغربي، ذهب إلى الإسكندرية، فقيه كبير ومحدث كبير وعالم لا يشق له غبار في زمانه، والذي قال هذا الكلام. فقلنا: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. منين؟ الحجر، خرج الماء من الحجر، معجزة، ماشي من بين الحجر، خرج من الحجر، هذا الحجر منه خرج الماء، ماشي من بين الحجر، يقال جاء من وادي ولا من شلال، من نفس الحجر
خرج الماء. هذه معجزة بينة خارقة للعادة، خرقت العادة. لا يخرج في الطبيعة، لا يخرج الماء من الحجر ولا يخرج الماء من بين الأصابع في العادة. حط يديك على واحد القربة وشوف واش يبقى يخرج لك الماء. أما هذه فهي البينة، سماها القرآن البينة. القرآن ما قالش المعجزة، القرآن يقول البينة. العلماء اصطلحوا على شيء يسمى المعجزة، هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد نبي من أنبيائه، ويكون على سبيل التحدي قائما مقام قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني. هذا تعريف المعجزة، وهي البينة. جاءتهم رسلهم سي حسن بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، تقدمت معنا في سورة إبراهيم في التراويح إذا تذكرون، عارفين شنو داز وشنو ما داش في التراويح؟ أه؟ في صدر سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. سماها القرآن البينات، البينات أو السلطان. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نفس السياق القرآني: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا له ما جبتناش البينة يا هود، وإنما خفيت بينة هود، كانت خفية لم تتضح لهم لأنها خفية. وفي أين توجد بينة هود؟ معجزة هود ها؟ في قوله: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه هي معجزة هود في هذه الآية. تحداهم ولم يقدروا على التحدي، هذه معجزة هود. لما خفيت عليهم قال أهل التفسير: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، نريد البينة. هنا ابن رجب رحمه الله قال: كثر الكلام في قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي هذا الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، قال الله تبارك وتعالى إلا الصيام. يقول ابن رجب: الناس أو العلماء وقفوا في هذا الأمر طويلا، كل يفسر ما معنى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أحدها أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، أي أنه ترك حظوظ النفس لله، وحظوظ النفس هي الشهوات. ما من شهوة إلا وهي داخلة في حظوظ النفس، يدخل فيها الطعام والشراب، ويدخل فيها الشهوة البشرية أو الحاجة البشرية المغروزة في الإنسان، ويدخل فيها كل شهوة منع منها الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذاك هو تعريف الصيام. قال ابن رجب: ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لا يوجد في عبادة إلا الصيام، لأن الإحرام بالحج إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. الحج لا يتطيب الحاج المحرم ولا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب ولا يقص من شعره
ولا يقتل صيدا ولا توجد. قال ابن رجب: إن الحاج يترك الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات، فالحاج يأكل ويشرب. قال: فلذلك كان للصيام خصوصية، ولذلك قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال: وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصوم. قال: وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول. المصلي أيضا يدع طعامه وشربه لأجل الصلاة، فأثناء الصلاة لا يحل له شرب ولا أكل ولا يحل له شيء من الموانع التي يمنع منها المصلي. والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لا يجوز أن تخرج فيها عن أدبها وعما شرع الله فيها. حتى إن المضمضة قبل الصلاة مسنونة لك، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا ومضمض وقال إن له دسما لبن في الصحيح عند البخاري. شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا ومضمض، شلل فمه، مضمض وقال إن له دسما، فعلل المضمضة بالدسم في اللبن، فدل على أن العلة في المضمضة بعد اللبن عند الصلاة هو الدسم. وهكذا كل شيء دسم تمضمض قبل أن تصلي، وكل شيء يشغلك عن الصلاة ويبقى في فتات الطعام في ضرسك أو في أسنانك أو لوز أو جوز أو شيء يبقى في الأسنان مضمض قبل أن تصلي. هكذا، ولأن ما يشغل عن الصلاة ينبغي تجنبه. قال: فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. يا سلام على العلم، حاجة تجيب حاجة. هذا علم العلماء، هكذا العلم. من بدأ يدرس العلم ويطلب العلم يتذوق العلم، وإذا نطق العلماء عرف الكلام العلم وعرف جمل العلم وتعبيرات العلم تظهر لك من خلال كلام العلماء. لما بدأ يقارن بين الصيام والصلاة وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا خص الصيام بهذه الخصوصية؟ قال: لأن الصلاة لا يوجد فيها ما يوجد في الصيام، وبين أن الصلاة الإنسان وإن منع من الطعام والشراب فإنه ليست المدة طويلة، لكن الصيام المدة طويلة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يوم كامل يصومه الصائم. قال: بل إن الصلاة فيها أمر لا يوجد في الصيام، وهي أن الإنسان لا يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الشواغل لا ينبغي أن تكون قبل الصلاة، ومنها إذا حضر الطعام، فإذا حضر العشاء وأذن العشاء فابدأوا بالعشاء وهو الطعام. لا صلاة موجودة، لا صلاة مشروعة، لا صلاة تحل بكم مع حضرة طعام إذا وجد الطعام، لأن النفس تبقى ملتفتة إلى
الطعام متشوفة إليه، والنفس تنزع إلى الطعام وتشتهيه، وهذا شيء ركب في الناس. فلذلك قال ابن رجب إن هذا مما يبين الفرق بين الصلاة والصلاة والصيام، ولما خص الصيام بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته لكن ليس في الفريضة، في صلاة التطوع أن يشرب ماء وهو يصلي صلاة التطوع إذا احتاج إليه. وصلاة التطوع قد تكون طويلة، وقد يكون اليوم يوم قيض وحر شديد، والإنسان إذا صام في جزيرة العرب في الصيف يدرك معنى الصوم. الصوم يدركه الإنسان في جزيرة العرب إذا صمت من الساعة 3:30 إلى 8:00 أو 8:30 مساء، وكان في شهر 8 أو شهر 7، خاصة شهر 8، وتشوف الصيام كيف هو، وخاصة لمن يتحرك وليس عنده مكيف ولا مراوح، ما عنده فرفرة، ما عنده مكيف. المكيف اللي هو الكونديشن ولا الكليماتيزور، ليس عنده شيء من المبردات، فالصوم هناك يصعب. والجزاء بقدر التعب والمشقة، هكذا يكون الجزاء. كان ابن الزبير يفعله في صلاته، أي يشرب الماء في صلاة التطوع، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم قد فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، وخصوصا في نهار الصيف. هو أشار إلى الصيف، يختلف الصيام بين الصيف والشتاء ولا لا؟ أيهما أسهل؟ الشتاء. فين تكون الصيام سهل؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ دابا الصيام راه سهل اليوم، اليوم سهل الصيام في هذه الأيام، كاين البرد ما كاينش العطش، وحتى الجوع ما كاينش. ها؟ المدة قصيرة. والمدة قصيرة، الله يفتح عليك، أحسنت. المدة قصيرة لأن من عندنا من 6 إلى 6:30 أو 7:15، يعني 12:30 ولا ما كملناش 13 ساعة، في حين في بعض الأوقات كنا نصوم 17 ساعة أو أكثر. ها؟ 3:30 إلى 8:00، 3:30 إلى 8:00، شوف شحال تما، 3:00 إلى 3:00، راهي 12 ساعة. إيوا، وباقية هذيك 4 السوايع أخرى ولا 16 17 ساعة. وحكيت لكم قصتنا في منى في يوم التروية في الحج، نسيتها، حكيتها غير واحد أسبوعين. أي كدنا نموت من العطش، ما جاناش الجوع، العطش هو الذي يقتل، العطش. كنا صايمين لأننا متمتعون، فتمتعنا وصمنا في أيام الحج، وكان اليوم الثالث هو يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة، وطلعنا إلى منى ماشين على الأقدام. الله، يا له من يوم، يوم عصيب. قال رحمه الله: لشدة حره وطوله، أي الصيف، ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، بقدر المشقة يكون الثواب. فالصوم في الصيف الثواب أو الأجر أو التطوع بالصيام في الصيف له ثوابه أكثر من الشتاء. أما الشتاء فورد فيها حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الغنيمة الباردة هي غنيمة يفرح بها الإنسان، غنيمة، غنيمة، ربح واحد ربح كبير، غنيمة. لكن قال عنها باردة، سهلة، خفيفة. في
كندا كنا نصوم في أوائل الألفينات 2002 2003 2004 الفجر 7 المغرب 4:30 الفجر 7 المغرب 4:30 حسب لي كم تما فينا ذاك الرياضيات فينا ذاك اللي عنده مع الرياضيات ها 7 4:30 أيه المهم أنتم فهمتوا من 7 حتى بمجرد ما يستيقظ الإنسان في الصباح يصلي الظهر يأتي العصر تأتي المغرب تيظلم الحال الفطور أي صيام هذا ولا شيء لا تشعر بأي شيء في الصيام 7 الفجر 4:30 المغرب عقلوا عليها وصمنا واحد العام إذا تذكرون في عام واحد ميلادي صمنا رمضانين عقلتوا ولا ما عقلتوش هما يقول لك ما عقلوش فين هذوك اللي كبار الشيبانيين بحالي أنا ما عقلوش يا إخوان مر علينا رمضان واحد العام صمنا في الأول صمنا في عام واحد ميلادي صمنا مرتين رمضان وكنا في كندا ما عقلتوش اكتبها وغادي تلقاها في ديك الحساب ديال الانترنت تلقاها ويقول لك التفاصيل هنا يبين ابن رجب رحمه الله بقدر ما تتوق النفس للطعام وتشتهيه مع قدرتها عليه ثم تتركه لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله زاد هذه الجملة هذه هنا زاد جملة قال في موضع لا يطلع عليه إلا الله قال بعض أهل العلم هذه الحكمة في قول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لما خص الصيام بهذه الخصوصية الإلهية قال لأنه في موضع لا يطلع عليه إلا الله فلو شاء الإنسان لتظاهر أمام الناس بالصوم يجي قدام الناس راني صايم قدام الناس وإذا خلى أكل وشرب غاتبان على فمه وعلى شواربه وعلى وجهه حيت الصوم كيعطي واحد الصفة ولا لا كيعطي واحد السفرة ديال الصيام لكن هذا خلى وأكل من يراه إلا الله قال ولذلك الله جعل له هذه الخصوصية لأن فيه هذا الأمر الخفي قال كان ذلك على صحة الإيمان لأن من دلائل صحة الإيمان أن الإنسان يعمل بالأحكام حين يكون الناس ويعمل بالأحكام حين لا يكون الناس وهو الذي يسمى عند أهل الحديث الرجل العدل العدل الرجل العدل هو الذي يكون عدلا في الدار البيضاء وعدلا لما يذهب إلى الصين لما يذهب إلى أمريكا لما يذهب إلى آخر الدنيا هو لا يقترب من المحارم ولا يدخل في مداخل السوء ولا يجلب لنفسه شبهة ولا يأكل محرما ولا يقع في فاحشة خارج بلده هذه من علامات العدالة عدالة الإنسان فهو عدل هنا وعدل هناك لا يختلف الأمر هنا تثبت عدالته وأن الرجل لا يتصنع لا يكون تقيا في بلدته وغير تقي خارج بلدته فالتقي من كان تقيا في بلدته وتقيا خارج بلدته تقيا حين يعرفه الناس وتقيا حين لا يعرفه الناس فإذا القضية هي قضية الإنسان
أين يكون يجب أن يبقى على طريقته وعلى دينه لا يخالف. فإذا الإنسان إذا خلى قد يفعل شيئا وقد يأكل ويشرب، فشكر الله له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. هذا السبب الخصوصية، علاش الصيام عنده خصوصية عند الله، هذا المعنى. ولهذا قال بعد ذلك إنه ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. الحديث القدسي نفسه بين قال إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه أو ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. هذا هو السبب في كون الصيام خصوصية جعلها الله للصيام وللصائمين. قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. شوف هذا الكلام كم هو جميل ومؤثر معبر، ما معنى هذا الكلام؟ قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة. شنو هي الشهوة الحاضرة؟ هي أنك في رمضان وأمامك الطعام والشراب والشهوة البشرية كلها أمامك وتركتها. تركتها لماذا؟ تركتها لغيب وعدت به لم تره، فأنت مؤمن ولم ترى ما سيكون، آمنت بأنك ستجزى على الصيام وآمنت بأن هناك حسابا وعقابا في الآخرة وأن هناك ثوابا للصائمين، وخشيت أن تكون عاصيا لله باقتحام حريم الصيام ومجاوزة حدود الله، وما فعلت شيئا من هذا إلا لأنك آمنت أن الله وعد وتوعد، وهو الغيب الذي لم تره أنت، ما شفتوش، تركت الحاضر لشيء غائب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. هذه خصوصية الصيام، يا لها من كلمات جميلة، كلمات علمية، كلمات ربانية. سبحان من وفق أهل الخير إلى الخير، وسبحان من يجود بالعلم والخير على أهل العلم. فما يغبط العلماء إلا بهذه العلوم، ما يغبط أحد على مال ولا جاه ولا رئاسة، ولا يغبط الإنسان على العلم، ويغبط الإنسان على ما أودع الله في قلب العلماء أو في قلوب العلماء من العلم والفهم. سبحان من فهم من يشاء، فلا يستوي هؤلاء العالمون وغير العالمين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما، فهمها الله سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناوله في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه، أعظم من لذته في تناوله في خلوته أو في خلوته إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. هذا كله لشرح تلك الجملة القدسية. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا. ينبغي أن يعلم أن هذا الممنوع في الصيام
توجد موانع في غير الصيام، وأن الله في الصيام وفي غير الصيام، وأن الله حرم الزنا وحرم شرب الخمر، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق، على الإطلاق سواء في الصيام وفي غير الصيام. فالزنا محرم في الصيام وفي غيره، وشرب الخمر محرم في الصيام وفي مطلقا في غيره، وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، هذا محرم مطلقا، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان العبد كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. إذا كره المسلم المحرمات تصبح بغيضة في نفسه، مكروهة يتقزز منها، لا يطيق سماعها، لا يحبها، يكرهها، لا يقترب منها، لا يجوزها على نفسه، لا يجوزها على نفسه أبدا. أكثر من كراهته للضرب، للقتل والضرب. القتل من أعظم ما يكون، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما، هذا القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، القتل عظيم عند الله. قال المؤلف: هذه المذكورات المحرمة مطلقا، الزنا، شرب الخمر، أخذ الأموال، الأعراض، سفك الدماء المحرمة، قال هذه أعظم من القتل. قال: ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات وجود الإيمان أو حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من علامة صدق الإيمان أنه لو خير أن يلقى في النار وأن يرجع إلى الكفر لاختار الإلقاء في النار على الرجوع في الكفر. هذه المقايسة أو المقارنة أو المفاضلة أو العرض، العرض المقابل الذي فيه هذه المقابلة، هل تبقى مؤمنا أو تلقى في النار؟ فإذا قوي الإيمان في قلبه اختار أن يلقى في النار، كما حصل في عند قصة أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو ذنبهم، ليس لهم من ذنب إلا الإيمان، يقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يقتلون قوما أن يقولوا ربنا الله. هذه المعاني لما ترسخ في أنفسنا نتذكرها ونستعرضها على نفوسنا وعقولنا، من شأنها أن تقوي الإيمان، من شأنها أن تصلب الإيمان، أن تجعل الإيمان أصلب وأقوى وأمتن وأصبر على المكاره. فإذا تذكر الإنسان ما كان من السابقين الذين نشر أحدهم بالمنشار ولم يرده ذلك عن دينه، فلنا فيهم عبرة عظيمة إذا اعتبرنا وإذا قوينا وإذا كنا نأخذ من سيرهم ما ننتفع به في إيماننا، في قوة إيماننا. قال: ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات حلاوة الإيمان أن يكره أن يقذف، أن يرجع في الكفر أو إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وكما قال يوسف على نبينا عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا يوسف قال: السجن أحب إلي من الفاحشة، وأحب إلي مما يدعونني إليه من الانحراف عن الدين. الوجه الثاني يقول ابن رجب في تفسير: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. شوف شحال وسع هو، كم وسع الشرح
وهذا يدرب طالب العلم ويدرب الواعظ على تعلم طريقة الوعظ. هذه تأخذ منها حتى الطريقة، منهج كيف تحضر درسا دينيا، كيف تلقي محاضرة دينية، كيف تلقي محاضرة في الطلاب، في الجامعة، خارج الجامعة، في المسجد، في المؤتمرات، في الندوات، أيا كان المنهج. إذا تعلمته من هنا فتح الله عليك، ومن هنا يؤخذ المنهج. هكذا العلماء يفعلون. فإذا أدمنت وأكثرت النظر في هذه الكتب وأكثرت من القراءة فيها سيصيبك منها شيء بإذن الله. أكثر وأدمن النظر والقراءة لمثل هذه الكتب المفيدة، كتب ابن رجب، كتب ابن الجوزي، كتب ابن القيم، لأن هؤلاء كلهم أصحاب رقائق، أصحاب رقائق، يذكرون الرقائق. وعلم الرقائق علم كما أشرت في السابق هو علم من العلوم النافعة لقلوب العباد، لأنها ترقق القلوب وتمتن الإيمان في النفوس. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة، هو سر بين العبد وربه. هذا المعنى الآخر في تفسير إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، مركب من نية باطنة. نويت الصيام، هل عرفك أحد؟ أنت مع نفسك ويطلع عليك الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في النفس وما يجول فيها وما يخطر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يعلم باطنك. مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. أنت تركت الشهوات أمام الناس لكن تأكلها إذا استخفيت، وإذا خلوت، وإذا انفردت، وإذا غلقت عليك بابك لا يراك أحد إلا الله، ستأكل وتشرب ولا تصوم، من يطلع عليك إلا الله. قال: ولذلك لما يوجد في الصوم من هذه المعاني المذكورة المتقاربة، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. وقد قيل أو قال ابن رجب: ولذلك قيل الصوم لا تكتبه الحفظة، الصوم لا تكتبه الحفظة. وقيل إنه ليس فيه رياء، كذلك قال الإمام أحمد وغيره: لا تكتبه الحفظة، لأن الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويرسل عليكم حفظة، وإن عليكم لا حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوجد الحفظة. قيل في تفسير الحفظة: هم الذين يحفظون الناس من فتك الجن ومرضة الشياطين وعتاة الجن، يحفظونهم من تمزيقهم وتقتيلهم، ولولا أن الله خلق الحفظة لمزقت الجن الإنسان، هكذا قال العلماء. ولذلك سماهم الله حفظة، وسمى الآخرين قل يا حسن يا أستاذ يا حافظ: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وليس لهم من دونه وال، والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذه سورة الرعد، هذه فيها آيات في هذا السياق. المعقبات هي التي تكتب على الإنسان ما يفعل، والحفظة تحفظه من
وقد يقال الحفظة هي التي تكسب على الإنسان أيضا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هم الملائكة يعلمون ما تفعلون. إذن يجوز هذا ويجوز هذا. العلماء لا يقولون إلا الصح، لأن هؤلاء العلماء ما يقولون الشيء إلا بعلم، فمن قال بالعلم قال الصح. اللهم إلا أن تكون القضية خلافية فكل يقول فيها ما توصل إليه أو ما اقتنع به أو ما ترجح لديه. أحيانا تجد القضية خلافية وتسمع مني وتسمع من غيري فتقول لا هذا قال لنا وفلان قال لنا. إذا خلافية يتسع لها الصدر، ولا مشاحة فيها ولا ضيقة ولا عتاب ولا لوم ولا شجار ولا شجار أبدا. الخلاف هو إذا كان خلاف كما قلنا يسميه العلماء الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر هو الذي له دليل والقائل به عالم وله دليل، وهو نص في مساغ الخلاف. هذه ثلاثة الشروط في الخلاف المعتبر. فإذا كان الخلاف معتبرا ساغ فيه الاختلاف واتسعت له الصدور، ووسعنا ما وسع أسلافنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وقيل إنه ليس فيه رياء، كذلك قال الإمام أحمد وغيره. وقوله ترك شهوته وطعامه وشربه من أجل فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. هي هذه الثلاثة هي أعظم ما يشتهيه الإنسان. ثم انتقل الإمام ابن رجب رحمه الله إلى بيان فوائد التقرب إلى الله بترك الشهوات. ما الذي يجنيه العبد إذا ترك طعامه وشرابه وشهوته؟ ما الذي يجنيه العبد؟ ما الذي يربحه العبد؟ ما الذي يكون للعبد ربحا وفوزا وخيرا؟ ما هو؟ سيبين رحمه الله فوائد الصوم بعبارة مختصرة. ما هي فوائد الصوم؟ قال رحمه الله: منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمله على الأشر والبطر والغفلة. فعلا قال من فوائد الصوم كسر النفس. ما معنى كسر النفس؟ ما معنى أن نقول كسرت نفسي؟ ما معنى كسر النفس؟ ما معنى أن يقول أحدهم فيه كسر النفس الصيام؟ كسرتها أي نقصت حدتها وقوتها وأضعفتها وعدلتها وجعلتها معتدلة، لا تكون تلك النفس التي عندها رغبات كثيرة وعندها توقان كبير، فأنت تنقص من شدة النفس وطغيانها بلجام الصوم. فالصوم يكبح لجام النفس ويفطمها عن مألوفاتها ويفيدها في إزالة السويداء. والسويداء من أخطر الأمراض، يسميه الأطباء القدامى السويداء، فإنها تزيل السويداء وتزيل البلغم. عرفت شنو هو البلغم؟ شنو هو البلغم يا مغاربة يا بيضاوة؟ شنو هو البلغم؟ والنخامة. أيها أنوار رحاب. ها؟ البلغم هو النخامة، هذاك الشيء اللي كيخرج من الفم. اش تقولوا لنا انتم في الدارجة؟ ما عندهاش سمية عندكم يمكن. بتحد ما غيهضر، ها اسمع. أنت الإمام شهد عليهم. اشهد عليهم يا الإمام. اش كتسميوها بالدارجة؟ ها؟ تنخيمة، أحسنت. قال الأخ تنخيمة. لا مزيان هكا، جيد. الأخ قال لنا التنخيمة، جزاك الله خير. تنسموا احنا التنخيمة. وهي عربية. لأن أصلها النخامة. النخامة
وقد يقال النخاعة. شوف العربي يشحل واسع، اسمع واستفد. نخامة ونخاعة معنى واحد. النخامة ما يخرج، هذا هو البلغم. البلغم هو الشيء الذي يكون في الحلق، يخرج بعض الإفرازات التي تخرج من الفم بسبب الزكام، بسبب الطعام، بسبب حرقة المعدة، يخرج هذا البلغم. ففيه ذلك. قال رحمه الله: ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول الشهوات يقسي القلب ويعميه، وتحول بين العبد وبين الفكر والذكر، وتستدعي الغفلة، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر ليذكر ويتفكر. فترك الطعام فيه منفعة في أنه يفرغ نفسه للفكر والذكر ليتفكر في أمر الله وفيما شرع الله وفي كون الله وفي ربوبية الله وألوهيته وعظمته وكماله، ولأجل أن يذكر الله. لأن الطعام تقوي، كما قال البوصيري، إن أشقال البوصيري إن الطعام يقوي الشهوة البدن، لما قال: ورب مخمصة شر من التخام. أي يزيد أمشى علي هذا الشيء، أنا حافظه من كنت صغير، كنا كنقرأ هذا الشيء من كنا صغار. البوصيري هذا اللي عنده هذيك البردة والهمزية، هي بردة والهمزية معظمها جيد، معظمها جيد، ما فيش مخالفة شرعية إلا أربعة ديال الأبيات هي اللي ناقشوا فيها العلماء. لولاك لم تخرج الدنيا من عدمي، هذه ناقشوا فيها. وقوله: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك فاستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه استنكرت عليه. عنده أربعة المواطن أذكر، وأما بقية الكلام ففيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر أوصافه الشريفة وشمائله النبيلة، وقد مدحه قبل البوصيري الصحابة، مدحه العباس، مدحه حسان بن ثابت، مدحه كعب بن مالك، وأشعارهم موجودة. شي نهار غنجيبوا الأشعار ديال الصحابة اللي مدحوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مدحوه. وأصل المدحة النبوية القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فمدحه الله بالخلق العظيم، فنمدح نبينا بالخلق العظيم وبالأخلاق الشريفة والمكارم والشمائل النبيلة التي حلاه رب العزة والجلال بها، حلاه الله بهذه المكارم. والعلماء قاطبة يذكرون هذه المكارم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يكون لسانك بخيلا بهذا الشيء، راعي ألا تخالف الشرع، وقل ما وجب لك من مدح النبي. إنما نهى النبي عن الإطراء، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الإطراء هو الغلو في المدح، فادعوا لأنبيائهم الألوهية، وادعوا لأنبيائهم علم الغيب، وادعوا لأنبيائهم التشريع، ادعوا لأنبيائهم ما ليس لهم، فادعوا لهم ما هو لله، ما هو أصلا لله. فالإطراء هو الخروج. وأن تعتقد أن النبي عصم يعلم الغيب، وأن تستغيث برسول الله، لا يستغاث بالنبي، يستغاث بالله، لا يستغاث برسول الله. وقد قالوا: تعالوا بنا نستغيث برسول الله من ذاك من فلان، قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، لا يستغاث إلا بالله. فلا
نخرج بنبينا عن النبوة والرسالة التي بوأه الله إياها، لكن نمدحه بما هو أهل للمدح. مدحه القرآن العظيم بالخلق العظيم، نمدحه بالخلق العظيم. وفي كتاب الشعب الإيمان للبيهقي فصل كبير في المدائح النبوية، يا له من فصل جميل، اقرأه في شعب الإيمان للحافظ المحدث أبي بكر البيهقي حول المدائح، سماها المدائح النبوية، هذو أهل الحديث. وألف أبو سعد النيسابوري الخركوشي، اكتب الخركوشي في الانترنت شوف شغي يخرج لك هذا الإمام، هذا ألفه في كتاب سماه شرف المصطفى، كتاب جيد، وجاء فيه بما جاء فيه من هذه المدائح. وألف غيره، ألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا في المديح أيضا وفي السيرة النبوية، وألف القاضي عياد الشفاء للتعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الكتب التي ألفت في هذا الباب. فالضابط أيها الإخوان، إن وجد موضوع فيه محظورات نتجنب المحظورات، وغير المحظورات لا نمنعها عن الناس. فإذا منعنا من إطراء النبي لم نمنع من مدح النبي بما مدحه الله به، فتقول اللهم صل على صاحب الخلق العظيم. الآن مدحته ولا لا؟ مدحت. وهل وصفت النبي بما هو أهله ولا لا؟ بما هو وصفه، وصفه الله بذلك أبدا. وتذكر ما يذكره العلماء، وألف الإمام الترمذي صاحب الجامع الحافظ الترمذي كتاب الشمائل، وتسمى الشمائل الترمذي، وهي في هذا المعنى أيضا كلها مسندة. إنما الخروج هو الخروج عن السنة والخروج عن الاعتقاد الصحيح، وهذا الممنوع أيها الإخوة. فمن مدح ينظر في مدحه، إذا أطرى وخرج عن الشرع يرد ولا يقبل. إذا كان مدحا منضبطا يستأهله نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو أهل له وهو حقه وهو وصفه فكذلك. هذا ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما كان يقول: ما خلق الله أحدا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا يقول ابن عباس: ما خلق الله أحدا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله أقسم بحياة محمد في القرآن ولم يقسم بحياة أحد. أقسم بحياة محمد في القرآن، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا قسم من الله، قالها ابن عباس: ما خلق الله أحدا أحب إليه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باب أحيانا يحصل فيه الجدل والناس يخطئون، الذي يفتح الباب على مصراعيه مخطئ، والذي يغلقه تماما مخطئ. وإنما نسلك سبيل العلماء وسبيل المحدثين، سبيل المحدثين. يجي واحد يقول لك: لا هذه لا، ما تقولش هكا يا أنت الآن تطري. يا أخي الإطراء هو المبالغة في المدح. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هؤلاء هم الذين دمهم القرآن هكذا. وأضف إلى ذلك الآيات التي وردت في تأليه عيسى وبراءة عيسى من الألوهية التي ألهه هؤلاء بها. يعني الإنسان يضبط الأمور بالعلم،
فالمديح النبوي مشروع بضوابطه، والإطراء ممنوع كما نهى عليه الصلاة والسلام، فلا استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا استعانة بالنبي فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تقولش يا أيوة يا نبي أعطيني ولد، يا نبي زوجتي عاقر ما تتولدش. هذا خرجت إلى أن تسأل ما لا يسأل إلا من الله، ما لا يطلب إلا من الله طلبته من النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يعطي الأولاد هو الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلا تقول يا نبي الله مراتي بقي ما ولداتش، زوجتي ما ولداتش، وأنا عندي 10 سنين بغيت الولد. هذا يسأل من الله؟ أبدا أبدا. ستدخل إلى الشرك أيها الإنسان، أيها المسلم. خف على دينك من الشرك، خف على عقيدتك من الشرك، أن تسأل ما لا يكون إلا. أما أن تستعين ببشر استعانة يقدر عليها البشر فاستعين به، قل له يا فلان أعني احمل معي هذا المتاع، يا فلان أعني كن معي في هذا الأمر. ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز الاستعانة فيه بأحد، وما يقدر عليه البشر تستعين فيه بالبشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال ويجزئ عن ذلك ويكفي عن ذلك أن كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وصلاة الضحى صدقة، وأن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق صدقة، وأن تحمل لأخيك المسلم متاعه على دابته صدقة. قالك عوني غتعونه تهز معاه، هذا يقدر عليه الإنسان. ففرق بين أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الذي يدخل فيه الانحراف ويؤدي إلى الشرك. وهكذا الذبح لغير الله، أيضا تذبح لغير الله بنية أنه لأهل المكان، ذبحت وقلت هذا على الساس باش نتصالح مع الجن لأجل المصالحة مع الجن، هذا هو الشرك، هذا الشرك، هذا محقق. تذبح ذبيحة لأجل أهل المكان، قال لأن هذه الأرض يسكنها جن، وأنا جئت وبنيت علي فيها بيتا وضعت الأساس، لابد أن أسيل الدماء أذبح لهؤلاء الجن لأجل أن أتصالح معهم فلا يؤذوني إذا سكنت في هذا البيت. هذا الشرك والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الذبح تفصيل عند أهل العلم لا نسترسل بذكره، سوف يطول بنا المقام ويدخلنا في أمور أخرى، ولكن الإشارة العابرة هي هذه. وهكذا أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف لنبي مرسل ولا لملك مقرب أيا كان. وهكذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.